لجنة منظمة لمهرجان العالمين الجديدة من تجهيز مسرح عرض الأزياء الذي سيشهد حفل مصمم الأزياء العالمي مايكل سانكو المقرر إقامته في منطقة نورث سكوير غدا الخميس، وسيقدم خلاله الفنان اللبناني رامي عياش فكرة غنائية لضيوف الفاشون. دعا الفنان بهاء سلطان عبر حسابه الشخصي على انستغرام جماهيره لحضور حفله المقام غدا الخميس بمشاركة الفنانة اللبنانية كارول سماحة معلقا: منتظركم نحتفل ونغني مع بعض في الساحل. ويقوم حاليا سلطان بإجراء البروفات الأخيرة لحفله الذي سيقام على مسرح أرينا العالمين. يستضيف مسرح الشارع بمدينة العالمين الجديدة غدا الخميس عرضا لفرقة العرائس، والذي سيعرض عروض عرائس أم كلثوم في 8 مساء ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان العالم عالمين، والذي انطلق في 13 من الشهر الماضي ويستمر حتى 26 من أغسطس الجاري. انطلق ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان العالمين سباق العالمين للهيجن بمنطقة سيدي عبد الرحمن بمشاركة 900 متسابق من عدة محافظات، من أبرزها مطروح وشمال وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية والوادي الجديد والشرقية والأقصر وأسوان والمنيا وسوهاج. ويقام السباق الذي ينظمه الاتحادان المصري والإماراتي للهيجن على فترتين صباحية ومسائية من خلال 32 شوطا وفي مضمار يبلغ طوله 5 كيلومترات. روجت الفنانة أنغام عبر صفحتها على فيسبوك لحفلها المقرر إقامته في 18 من الشهر الجاري ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان العالمين الجديدة، وأعربت أنغام في تدوينتها عن سعادتها للمشاركة في المهرجان واختتمت التدوين في انتظاركم. كما نشرت أنغام رابط موقع تذكرتي معلقة: التذاكر متاحة خلال اللينك. قال المطرب تامر عاشور: إن حفلتي في مهرجان العالمين كانت من أهم حفلاتي، مشيدا بتنظيم المهرجان الذي وصفه بالتنظيم الضخم لتنوع برامجه التي ترضي كل الأذواق، فهو يقدم مسرحا وفنونا شعبية ورياضة وفعاليات مختلفة يوميا. وطلب عاشور في تصريحات إعلامية باستمرار مهرجان العالمين وإقامة مهرجانات مشابهة في محافظات أخرى.